هو تصريح للحكم السابق مكرم اللقام على قناة تونسنا أثر جدل كبير، ونحكيه على ياسين الشيخاوي يقول أنه هو ورط النجم الساحلي. زعم عليش، خلينا نسمعه. اليوم انتهت بالنسبة للنجم الساحلي، انتهت حلول الأرض. اليوم حتى واحد للنجم الناس كنت تتفرج، يتفرجوا على الجمعية كانوا يحكيوها والانتدابات. مش مشكلة انتدابات، ومش مشكلة خسرت ماتش، ومش مشكلة جمعية مش مش تلعب شامبيونز ليج ومش تلعب كاف. مشكلة كيان الجمعية مهدد اليوم. اليوم حتى أولادك اللي قاعدين يلعبوا معاك شاكين بيك. اليوم كنا نحكيوا حتى على الشيخاوي، عطينه مركز أكوين الشبان شاكي بالنجم الساحلي، حكمت له 900 مليون، هو مش قاعد يلعب ويخلص. هذا ما فهمتش أنا، يعني الناس اللي تصير تو عارفين شنو قداش منه جمهور. مشكورة هيئة فض النزاعات اللي قاعدة قايمة بمجهود كبير، اللي تلمت في الفلوس ولمدت أكثر من مليار ونص، لكن غير كافي. النجم الساحلي في حاجة إلى ناس تخاف عليه. هذا كلام مكرم اللقام اللي يقول 900 ألف دينار كانت حصل عليهم ياسين الشيخاوي وهو مش قاعد يلعب وقاعد يخلص من عند النجم الساحلي. الشعبوية اللي قالوا مكرم اللقام ناس ولا كلام صحيح، نقدوا مثلا لياسين الشيخاوي، فمن ينجم يلوم ياسين، فمن يقول لك زاد حقه نفس المنطق حقه غدوته في الكورة، ما حتى حد ما ضمن له فلوسه وفلوس ولاده، عنده الحق مكرم اللقام ولا لا؟ هو بالنسبة اللي يلزم الناس تفهم، راهو ياسين وقت اللي تضرب في الإطوال تضرب عمل كروازي وبعد رجع وظهر لي بعد الأدابتاسيون ما رجعش 100% وظهر لي هذا كونترا مصحح، ما نتصورش أنا ملاعب باش تحكم له الجامعة التونسية كرة قدم. كونترا اساسي سيور بالطبيعه، نحكي على 900 ألف. انا شنو نقول والله، تقعد سي بيرسونيل، الملاعبي هو بيدو اجتهاد شخصي. انت ما تحكيليش بيرسونيل، احسبوا الشيخاوي ولدك في السي اس اس واش كي بيك خذا باش ياخذ 900 مليون. انا اعلم بعد كيف باش ينفذ باش يتفاهم معاه، خاطر نجم الناس نذكروها بحاجه، راهو فما دي ديلي كيما تشكيش بيهم انت يديو عليك فلوس كل كل دونك فما ساعات ملاعبيه يمشي ويشكي ويقول لك باش نضمن فلوسي وبعد ما كنت 900 نجم ناخذ حتى مانيش باش نعقل على جمعيتي، مانيش باش فهمت صار في الافريقي، صار في السي اس اس، في الجمعيات الكل، يمكن في الترجي ما نعرفش، اما صار بارتو. ايش قلت لك انا؟ ديما تقعد امور شخصيه. انا وقت اللي نسالك 900 مليون نجم نجي نقول لك يا فلان اعطيني 200 ولا 300 ونسامحك في الباقي. ايش قلت لك انا؟ امور شخصيه نتاع هو ياسين، ايش نجم يخمم في الوضعيه الحرجه اللي تعدى منها الفريق نتاعو. انا نعتبر اخويا وضعيه النجم الساحلي وضعيه صعيبه. وقت اللي ياسين ينجم يتنازل شويه كان امكانياته الماديه تسمع، خاطر ما نعرف ظروفه ما نعرفش شنو هي معطياته شنو هي امكانياته الماديه كيفاش. هو تبارك الله ياسين، انا نعرف اللي يلعب وتبارك الله ومن الملاعبيه، حتى كانك ما عندكش بيه علاقه قريبه تعرفوا انه مساج معناتها مرزين رزين يعرف منظم برشا. انا نعتقد معناتها ينجم هو وقت اللي يلقى روحه ملزم باش ينجم يعاون جمعيته، ما نصوروش ينجم يوخر في الوضعيه هذه. وانتم هذا الكلام على عهد العهد على مكرم اللقام، معناها انه الشيخاوي شاكي بالجمعيه تشكون شكي وبعده فيه وبعد الخاب فوالا، هذا اللي فسروا راهو عادي الشك، ما زيرش زاد حامل على ياسين الشيخاوي باش يضمن فلوسه هذيك سينو معاش يولي عنده حتى حق. وبعد ينجم من مليار ياخذ 50 مليون ياخذ 100 مليون يا سيدي، يعملوا له كونترا كما قال يعطيوه سونتر دو فورماسيون 3 سنين. ما نعرفش هي صيغه الترضيه اللي تنجم تصير ما بين الجمعيه وما بين ياسين الشيخاوي اللي يقعد لاعب كبير وبلاعب يفلته ولولا الحظ ولولا الاصابات كنا بالحق نجم نشوفه بلاعبي في بالي اخر نتاع الكوره في العالم. انا نعتبر ياسين ما عملش كارير قد ليكاليتي اللي عنده هو، مالوروزمون لي بليسور اللي خلقهم ربي الكل تعرض له، جات ياسين دوبل كروازي الكروازي دوبل فراكتور عمل معناتها فريمون اللي صابت الكل، لكن يقعد ديما اللاعب معناتها الحق فلته في الرياضه توسي. بربي لحظه ما ثم مسامع مش نذكر اسمه بحث محمود، هي برامو بحث على اليوتيوب ولا ما قريتش، قالت له قول للراف صحه مريولك محلاه، قال انا شريت له من فرنسا. اخي مريم انت جبت حاجه من فرنسا؟ انت شوكولاته حط حاسه ما جبتهاش من رفايق تحت جدك، لا نوريك سكرين شوت، قال انا جبته له من فرنسا. اش قولك في ذوقي؟ لا عاد انا هربت من فرنسا بالحق تكلم والله عجبهم المليون، قلت لهم حلو جبتون. اش قولكم في ذوقي؟ هل في بيست تاع كلام؟ هو حس حاسه ما جبهاش من فرنسا. شو نحكي انا بس في